كنت فين يا حيوي من ليلة امبارح؟ كنت في مصلحة كده وجيت منها الصبح. ماشي، وايه حكاية الريسايكل الأنابيب ده؟ أبدا، كنت خرمان ونفسي في كوباية شاي يا بندق، ومفيش أنبوبة بوتاجاز واحدة توحد ربها في المنطقة كلها، قلت أغب على مستودع الأنابيب أخد لي أنبوبة، لقيت التروسيكل ده في رجلي. يعني أنت جايب كل التروسيكل ده عشان خربان؟ هقول لك إيه؟ ما أنت الحاوي، طول عمرك مرزق يا ميشو. أقول لك إيه؟ ركز معايا في البقين اللي أنا هقولهم دول. الكبو رجع لعزيز الصايغ النص وقال اللي كان لايفهم منه، ودفع له 10,000 جنيه وقتي، والصايغ سابه بعد ما التوخي قمر. ما تقلقش، الكبو دلوقتي بقى عامل زي الكلب الجربان، يعني ملوش عزوة. طب والتوخي؟ ما انت عارف التوخي ده ممكن يعمل ايه؟ ده رئيس جمهورية البلطجة في البلد دي وليه حبايب في كل حتة. التوخي امر الصايغ انه يسيب الكبو عشان محسوب من رجالته وعشان اسمه في السوق. وبعدين التوخي دلوقتي عرف مين هو ميشو الحاوي بعد اللي عملته له امبارح. ايه ده؟ هي مصلحة امبارح دي كانت تبعه؟ ده اولنا بس يا معلم. وكده بقى ابتدى اشم ريحة الجنة. بس انا خايف عليك يا ميشو، اصل الكبو ده. انسى انسى يا بولد، الكبو دلوقتي لو رجع تاني يبقى رجع لقضاءه. ما جاش ولا ظهر من يومها، ما انا قلت لك من الاول مشو خارج النطاق، وسمكه في الخدمه. يا اخويا هتلاقي على ليلتك قال في الخدمه قال، ما انت قاطع شحن، قال سمكه قال انت حاطط بسريه وبسريه معفنه قد كده، وبعدين يا رب انا هفضل الف ورا الراجل ده. انت يا بنت يا لسعه ميشو، خد امسك الجاكيت بتاعك اهو وفلوسك اهي، عشان ما تقولش بس ان احنا خدنا حاجه. سلام عليكم. استني هنا يا بت، انت رايحه فين يا بت؟ ما تقوليش يا بت، انا اسمي دنيا. طيب يا بت دنيا تعالي بقى عشان عايز. ايوه كده. بس الكوبايه دي خفيفه. شكرا. الحمد لله. ندخل بقى يا استاذ صبري في المهم. ندخل. اتفضل يا سيدي. دي صوره اخويا وتوامي، عايزها ان شاء الله تنزل عندك في الجريده في الصفحه الاولى، وان شاء الله امي هتدعي لك قوي يا استاذ صبري لما يرجع. ما تقلقش يا فاطين، ده احنا اخوات، بس يعني انت عارف ان الاعلان في الصفحه الاولى هيكلفك كتير قوي. الجورنان دلوقتي بقاله اسمه وبيتخطف خطف من السوق. بسم الله ما شاء الله، ما تقولش الكلام ده قدام حد. واما بنعمه ربك فحدث. ونعم بالله. وبعدين يا استاذ صبري مش المهم الفلوس، يا ريت هم الدنيا فلوس كانت الدنيا اتحلت. المهم اخويا يرجع ان شاء الله بالسلامه. امسك يا سيدي. بسم الله ما شاء الله. 1 2 3 4 ايه؟ 20 جنيه، ولما الاعلان ينزل ان شاء الله ليك زيهم. 20 جنيه؟ كتير مش كده؟ يا استاذ صبري ده احنا اخواتي يا راجل، حطهم في جيبك. وبعدين يعني هو انا لما هفنجر على مين غير على اصحابي حبايبي. استأذن انا بقى يا سيدي دلوقتي لحسن الليل داخل عليا ولازم اروح البلد لحسن امي تقلق عليا. سلام عليكم، مش هوصيك بقى. ها، مع السلامه. الله يسلمك يا استاذ صبري. محدش واد يشتري الجنان ده، احنا بعنا 15 نسخه بالعافيه وبالمحايله، مش كل يوم كده، حرام عليك. بتقول ايه؟ الجماهير خطفت منك النسخ وباكتر من ثمنها كمان. مع السلامه يا مصري. نص ثمنها يا استاذ صبري. لا بيقول لك خطفت النسخ. خطفت ايه؟ اهو اهو ده الملحق. مع السلامه يا فاطين، وتاكد ان الصوره هتنزل بكره في الاعلان، ها، في الصفحه الاولى. مع انا السلامة. عايز اتاكد انه هيتباع يا استاذ صبري. تاكد انه اتباع بالفعل. مع السلامه، بكره هتلاقيه في في في, في محطه المترو. ما بركبش متروهات انا. هتلاقيه في القطر، هتلاقيه في الشارع. مع السلامه يا فاطين، مع الف سلامه. يا رضا. ايه يا رضا، كنت هتضيع ال 20 جنيه؟ على فكره يا ميشو، ابويا كان عايز يشكرك عشان اللي انت عملته معاه. ايه ده، انت قلت له؟ اه، ما انا ما بخبيش على ابويا اي حاجه. اه، وهتقولي له بقى على حمص الشام اللي احنا شربناه على الكورنيش؟ امال ايه، هقول له طبعا. انت بت، كان في حد في عيلتكم لا مؤاخذه يعني عبيط؟ لا والله العظيم، ليه بتقول كده؟ لا مفيش، في حاجه انت يعني؟ لا والمصحف ما في حاجه. الا قول لي يا ميشو، هو انت كنت مختفي فين اليومين اللي فاتوا دول؟ عندي شغل، شويه شغل كده. شغل ايه؟ هو انت بتشتغلي صحيح؟ مالكيش فيه. يلا بقى دلوقتي عشان اوصلك، عشان ما يقلقش عليك. لا ما تخافش، هو اصلا مش هيقلق عشان انا قايله له ان انا معاك.
وهو مستنيك عشان تشرب معاه الشاي. هو مين؟ ابويا. فين؟ في البيت. لا انت تفكك مني خالص، انا هوصلك وطيري حمام كده. يا ميشو يعني يرضيك ابويا يزعل منك وهو بيحبك؟ لا، هو كان شافني فين علشان يحبني؟ ما انا حكيت له عنك. قلت لي كان في حد في عيلتكم عبيط. ها الو. ايوه يا فندم، انا نضال حبيب، المقدم نضال حبيب يا فندم. ايوه يا فندم، انا وصلت الجزيره بس لغايه دلوقتي مستني عربيه تيجي تاخدني من القسم. يا فندم معلش التليفون هيقطع. شو يا ده وده وقته؟ لو حضرتك رايح يعني ناحيه جزيره الورد كده، انا رايح هناك. ده بعد اذنك، معلش هتعبك معايا. لا عادي اتفضل اتفضل. هتعرف تفتح؟ معلش ان شاء الله. انت ايه، بتبيع ورد ولا ايه؟ تعال امسك كده لو سمحت. معلش خش برجلك اليمين والنفس. معلش انا اسف جدا والله. يا فندم ولا اسف ولا حاجه، انا فطين علي حسين الجرحي المحامي وحافظ جزيره الورد دي شبر شبر. حضرتك بقى رايح لمين هناك؟ انا والله رايح والنبي ما انت قايل. حضرتك كده شكلك محترم، يبقى اكيد رايح لعم عروة الترزاجي علشان يعمل لك بقى بجامتين، صح؟ لا مش صح. انا والنبي ما انت قايل، اكيد حضرتك رايح للمسيد بتاعت الجبنه والسمنه، حاكم السمنه بتاعتها بتطلع مرت. ايه ما اقولكش، مظبوط؟ لا مش مظبوط والله. انا والنبي ما انت قايل. قال يا عم انا هعرف يعني هعرف، وبعدين لسه الطريق قدامنا طويل يعني، ونقعد نتسلى. مش هتطلع بقى ولا ايه؟ طب انزل زوق بقى. زوق ايه؟ العربيه بردت. وهي لحقت بردت؟ ما حضرتك شايفها قد ايه يعني، لو نفخت فيها هتبرد. يلا انزل عشان تبقى تتمقلس عليا. يلا انزل. جامد. ها يلا زوق لوحدي يعني. يلا امال هذا، انزل ازق معاك. يلا بس كفايه من غير كلاكس. اه ما فيش حد اصلا. يلا النهارده اخر نبطشيه ليا في الاسم ده. ليه؟ لان العمر جري ووصلت لسن المعاش، لكن الشيء اللي مصبرني ان تاريخ البوليسي تاريخ مشرف يشهد له القاسي والداني، ويشهد ايضا اني لم اقصر يوما في اداء مهام وظيفتي، وبتهيألي ان انتم كمان شاهدين على الكلام اللي انا بقوله ده. حتى حيتساءل ويقول اني جاي ليه؟ جاي اودعكم واقول لكم اي واحد فيكم يحتاج اي حاجه بيتي مفتوح لكم كلكم. الوداع الوداع يا مجرمين، عشقة العمر. هتوحشوني قوي قوي، هتوحشنا قوي قوي يا عم عزوز والله. الله يخليك يا وائل. افتح الباب يا وائل، لان لحظات الوداع دي متاثر فيها جامد. الباب مش هيفتح يا عم عزوز. ليه يا وائل؟ اصل نسيت وقفلت الباب والمفتاح بره، ومفيش حد من القوه موجود. في مشكله كده ولا ايه؟ مفيش مشكله يا وائل، المشكله الوحيده ان احنا هنضطر نبات هنا في وسط المجرمين المعفنين المرتزقه دول يا وائل. اخوانا حد يفتح لنا الباب، حد من بره يفتح لنا الباب. مفيش حد جوه، مفيش حد بره يفتح لنا. الله يخرب بيتك يا وائل، تمثل لك مشكله دي؟ تبقى رايح عند ام نوجة بتاعه المفتقه. يا سيدي انا رايح لام نوجة ولا ابو نوجة ولا نوجة نفسها. يبقى عند ام انح بتاعه الزلابية. ويا سلام بقى، ايه هنا امان الامان الجزيره دي يعني مفيش. ايه ده؟ انزل. هو ده امان الامان؟ انزل منك لو انزل. يلا ده جحش، انا عارفه يعني حضرتك يعني. انزل. بقول لك ده جحش. بقول لك ايه، ما هو ما ينفعش يعني قطعينه طرق اليومين دولت يعني كده يوقفوا الناس المحترمه في انصاص الليالي. ده مش شغله قطعين طرق. ها وبعدين حتى عشان الضيف. اركب ياد منك له. حاضر. وانت على انت هنا انت رايح فين؟ ايه طب عايز ايه؟ ما عربيتي دي ما حدش هياخدها بقى، ما مش كل مره تاخد العربيه. وقول لدرغام بتاعك دون بقى ان فاطين علي حسين الجرحي هجيله من النكمه ان شاء الله. اتفضل عايز تاخد العربيه؟ اه خدها. والمفتاح جوه
اتفضل يا باشا اتفضل. امسك ياض. ده هيكسر ده هيكسر. دخلني ياض دخلني. انا مش عارف اخش العربيه مش عارف اخش العربيه. معلش اخش انا وامشي. اخش تخش انت. خلاص يلا انا هزقها لكم. خش يا انت ادم البقلاوه. اه اركب. ازق يا عم اركب ونزل اليد. خلي السلاح معاك. يلا روح. اهو ده الجحش ده قاطع طريق يعني. بس الشنط الشنط. الشنط بتاعتي. معلش حضرتك والله. بص احنا هنروح القسم وانا هشهد بقى لاني محامي. هشهد معاك ان هم خدوا الشنط بتاعتك. وما تقلقش حقك هيرجع لك بس بالقانون. ما تقلقش شنطتك وحاجتك هتجيلك لحد عندك. وعم عزوز هيعمل لنا محضر ايه سوق. والجحش حضرتك هيتربى. عم عزوز يا عم ايوه ما تستهترش بيه قوي كده. عم عزوز ايوه ده مساعد اول ممتاز ضابط يعني صول قد الدنيا. وبيني وبينك هيبقى حمايه ان شاء الله عن قريب. الف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك. عايزين نفرح بيك بقى. احنا عايزين نخلص والله يا استاذ فاطين. ماشي حاضر يا عم عزوز. ايه ده عم عزوز وراح فين يا عم عزوز؟ مفيش حد في القسم كله. لا عم عزوز ما يتاخرش على الواجب الوطني بتاعه. ما يتاخرش على شغله ثانيه واحده. هو بس تلاقي الشغل مريح يعني ففرج جسمه هنا ولا هنا. مريح. يا عم عزوز مريح. ايه اللي مريح ده؟ هو احنا داخلين اسم على الشفاطين ولا جايين مكان غلط؟ ايوه يا عم اسم يا اسم النبي حرصك وصانك. ما تتحمقش قوي كده يا عم اصبر. الصبر مفتاح ايه؟ مفتاح الفرج. لا مفتاح 19. يا عم عزوز انت فين بقى يا عم عزوز؟ انا هنا يا فاطين تعالى. اهو شفت الصوت جاي من هنا. تعالى بقى ورايا يا ساتر. تعالى تعالى. مش بقولك عم عزوز ده بيعز الشغل زي عينيه بيحبه جدا جدا. اضرب بقى عم عزوز بقى معايا ضيف ما تعرفناش بقى في الليله السودا دي. انا هنا في الحجز. الله اكبر شفت يعني حياته كلها ما بين الحجز والمحاضر والمجرمين. مخلص مخلص هتشوفه يعني حضرتك. يلا بقى عم عزوز في معايا محضر سقع لازم تعمله لنا بايديك الحلوه دي اللي تتلف في كلبشات. يا ابني انا مقفول عليا الباب من 4 ساعات لغايه ما استويت. افتح لي بقى ده انت ربنا بعتك نبته ليا. اصحى يا زفت اصحى خلاص برجت. على فكره بقى هو لا حمايه ولا اعرفه. ده يا دوبك بس قرايه فاتحه وممكن تتفض. وجعت. ما شاء الله بقى عم عزوز بقى ايه مالك النهارده؟ اقول لك يا فطين ما تصربعنيش. انت عارفني في شغلي احب اعمل شغلي كده على رواقه على ميه بيضه. فين العلب اللي بيخلينا اهو؟ النيله من اللي خده ولا كان فيه علبه عنب راحت فين؟ خلاص خلاص اهو ما تزعقش. امسك القلم اهو. خلصنا بقى ما تحرجنيش قدام الراجل ده. انا مفهمه ان انت هنا الكل في الكل ومفهمه ان انت شغال في القسم من ايام ما كان اوضه وصاله. ما تقلقش انا هوريك دلوقتي شغل الداخليه على ما بيضه. شغل المعلم لعياله. بطاقتك. اتفضل يا عم عزوز. مش انت بطاقتك يا اخويا اللي واقف لي مقطوع واقف كانك واقف على نص بيتكم. ما تقف ادي لي يا ولد. اتفضل وترمي البطاقة. ده جلبك ما ربيتهولك. انا هوريك بقى شغل شارلوك هولمز بتاع الداخلية. اللقب اللي انا مطلعه على نفسي ضال حبيب عبد الرب. سعادة سعادة المقدم نضال حبيب عبد الرب الرئيس المباحث الجديد. تمام يا فندم. طبعا معزوز انا همشي انا بقى علشان لسه يعني تعبان حالا يعني. سلام عليكم. استنى يا استاذ فاطين رايح فين؟ مش لسه في بينا كلام مخلص؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اخر حاجه بقى وصلنا لها كانت ايه؟ ام انح بتاعت الزلابيا لحد بقى ما ظهر الجحش حضرتك يعني. الله يخرب بيته. بتغني حمام بتغني
ما حلفت أنا وحلفت عليه يرجع لي قبل الليل يا حمام. أصل الغيلان بيدور فيه على أي ظهر جميل يا حمام، وأنا حقي ضاع وفين حلاقيه والناس ما هماش الناس يا حمام. وتغني يا حمام بتغني لمين ولمين ولمين بتغني لمين يا حمام بتغني لمين يا حمام. الله عسل عم فتحي عسل. طيب طير يا حمام. انا بقى اشوفك تاني يا ميشو. هجيلك عم فتحي هجيلك. والله يا ابني احنا ما ضحكنا ولا انبسطنا من يوم ما جينا من السويس الا النهارده. بقول لك ايه يا ميشو، انا شغاله في المستشفى اللي على الكورنيش، يعني غرزه كده بطحه كده تعالى لي على طول. غرزه كده بطحه كده؟ خلاص يا دنيا، لما دمي يسيح وفرفر في الارض هتلاقيني عندك في المستشفى. بعد الشر عليك بهزر معاك. وانا كمان بهزر. طير يا حمام بقى. باين علي ابن حلال يا بنت توح. قوي يا توح. اقعد. ما يصحش. اقعد. امان الامان. ها؟ حضرتك بتكلمني؟ ايوه بكلمك انت، امال بكلم مين؟ مش ده كلامك؟ اتفضل اقعد. ما يصحش. اقعد. وتحط في بطنك بطيخه صيفي. ها؟ بلاش البطيخ ده، حتى مش اوان. اخرس بقى، اسكت، سيبنا اتكلم شويه. عرفتني طول الطريق بالذمه ده بقى اسميه ايه؟ ها؟ قعدت طول الطريق تكلمنا عن القانون وازاي القانون بيتطبق هنا في جزيره الورد، وانا ممثل القانون، وانا 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 انا قلت بحاول، واكيد في عراقيل بتقابلني، بس انا مش هيأس، وبعون الله جزيره الورد دي هتبقى المركز الاول ان شاء الله على مستوى العالم كله، وهتاخد القريه القانونيه الاولى ان شاء الله، وده هدفي. هو صحيح في قلة ضد القانون، بس أنا مش هسيبهم، وأكيد محتاج مساعدات وإمدادات، ولا أنا أعمل كل حاجة لوحدي؟ وبعدين مع حضرتك كنت موجود يا حضرة الضابط، وكله حصل قدامك، ما طبقتش ليه ساعتها القانون على الجحش؟ ولا أنتوا تسيبوا الجحش وتتشطروا على البردعة؟ جاوب يا حضرة الضابط، جاوب جاوب. طب لو سمحت اسكت واهدى كده واقعد عشان اجاوبك. اديني سكت وهديت وقعدت، جاوب بقى. لاني كنت عايز اعرف واشوف اللي بيحصل عشان اعرف اتعامل. اي كلام بنسمعه لما بتتزنقوا يا حضره الضابط، اشوف احدد افكر اي كلام في المهلبيه. على العموم حاجاتك دي انا مسؤول ان ارجعها لك بكره الصبح. بعد اذنك يا حضره الضابط، لحسن امي تقلق عليا. صباح يا كابو، انا اللي عملته مش عشانك، انت عيل زباله مالكش لازمه، وما تسويش تمن الرصاصه اللي كان عزيز السايغ عايز يخلص عليك بيها، وانا امرته يسيبك عشان انت بس محسوب عليا وفي عشره بينا، وده اخر كارت ليك عندي من الليله دي تنسى. صباحو. انا الكابو برضو يا باشا، ولا انت نسيت؟ مش عايزه وهوى ورغي وكلام ملوش عايزه. من دلوقتي مش عايز اشوف سحنتك هنا تاني، وتشوف لك حته تانيه تشتغل فيها بعهتك دي، واي كلام او رغي هيطلع منك انت عارف الكلاب لما بتتسعر بيتعامل فيها ايه. صباحو. اهلا يا عنتر باشا. ازيك يا حبيبي، انت اللي وحشني. كلمت حمدي بيه وقلت له يحدد لنا ميعاد مع صفوت باشا، بس لسه ما ردش عليا. ايه؟ في مصلحه جامده هو اللي هيخلصها؟ طب خلاص انا هتصرف، ما تقلقش. يلا سلام. تعال تعال يا واد، خش الصبح يلا. تعال حط القهوه هنا اهو قدام ساعه المشي المقدم. هو فين المقدم ده يا عم عزوز؟ يا واد تصدق اني غلطان، انا صحيتك. ما هو مش مقدم قدامك هو يا ولد. حط القهوه يلا، حط القهوه وروح يلا وضع الاستراحه.
الاستراحة اللي هي فوق يعني ولا يمين دي ولا ايه؟ امشي امشي من وشي ابوس ايد. انا اللي غلطان، انا روح نام لك شويه يا اخوي، استريح وقول لك ابوس الحمام متفضل. سعادتك بقى على ما تشرب القهوه اللي هو باشا، يوم الاستراحه جيز ان شاء الله. لما اقول لي خدامك عزوز السيد قشط مساعد اول ممتاز من غير علم يعني كده يا باشا، يعني سول. وارجوك ارجوك اوعى تزعل مني يا باشا ابوس ايدك، لان النهارده اخر نبطشيه ليا في الخدمه، وانا بقالي 40 سنه بخدم وزاره الداخليه، عمري في يوم ما خدت جزء. ابوس ايدك يا باشا، ما تقبلش خدمتي بجزء، اعمل بالقهوه اللي جبتها لك. ما تخافش يا حضر الصول، انما اقول لي الاستاذ فطين محامي. الاستاذ فطين محامي من غير علم كده يعني بتاع قانون؟ لا، وايه وايه بقى؟ طالع في القانون. هو عيبه انه مندفع شوي، بس والله قلبه زي البفضل بيضة. وسمعته ايه؟ برلانت بسم الله ما شاء الله. وفوق كده يا باشا خاطب بنتي، ده اذا سعادتك وافقتي يعني. طب انا عايز انام دلوقتي، وهدومي كلها في الشنطه والشنطه مش معايا. لا تقلق يا باشا، انت في ايدي امينه. بص وكأنك في الملعب. الشنطة ذاتها يا باشا بترحب بيك أهلا وسهلا. وميكي أنا بعد إذن ساعتك يعني جبت لك من عندي بيجامة قديمة من اللي دقوا علي، ومعاها غيارين ما تأخذنيش، يمكن الله أعلم المقاس يبقى صغير شوي، بس أنا عامل حسابي، أنا شروق رمز بتاع الداخلية، أنا مسمي نفسي كده. جبت لك معاهم أستك عشان لو تحب أدككهم لك أدككهم لك أدككهم. تبقي يا توبجي يا توبجي، ايه يا عمنا ما ترد عليا، ايه فين لسانك؟ طب يلا بقى قوم علشان عزمك على عشوة ملوكي من عند البرنس. ما تقوم يا توبجي. هاتس بقى يرحمكم الله. يلا الواد غراب بعتلك الانبوبة؟ بعتها روح امك، وكنا مستنيينك عشان نعلقك عليها. في يا باشا؟ في نفخ، وفي كهرباء، وفي اللي تقلق. بقيت حلو؟ هنبقى حلوين معاك. بقيت عايز ايه يا باشا؟ ايه اللي خلاك يالا تسرق عربية الانابيب من المستودع؟ ما انت عارف يا باشا. حبيت تعمل بطل ها؟ بتصيط علينا في المنطقة يالا؟ عايز يطلع عين ابونا ويقولوا علينا ما بنشوفش شغلنا ليه؟ خلاص يا باشا، لا مؤاخذة يعني ريحوا الناس وهاتوا لهم انابيب عشان يعرفوا ياكلوا مرة. انت هتعمل لي روبن هود يالا؟ هتعمل قلبك على الغلابة وانت مسجل خطر؟ اسمع يالا، انا زياد الخولي بعرف دبت النملة وانا نايم في بيتنا. تحب اقول لك امبارح عملت ايه في فيلا الخواص بعد ما اتفقت مع رشدي الطوخي؟ ولا تحب اقول لك على مديحة اللي كملت الليلة معاها؟ طب ما سيادتك اهون يعني قاري الليله كلها. يبقى بلاش بقى الشويتين دول، وتعالى معايا عدل عشان ارتاح واريحك. خدت كام يالا من رشدي في الليله دي؟ الله، يعني سيادتك عرفت كل ده يا باشا؟ ما تعرفش رشدي الطوخي قفشني كام؟ ما تنطق يالا. هو سيادتك بتقفش منه كام يا باشا؟ قصدي يا باشا احنا لا مؤاخذه يعني زي بعض وكلها بترزق. اصروا يا باشا اصروا، هو ده الكلام. شوف يا ميشو، انا ممكن امشيك من هنا وتنسى قضيه الانابيب دي خالص، بس تشتغل معايا. اشتغل يا باشا. هتبقى عيني على رشدي الطوخي واي حد تاني اقول لك عليه. لا لا مؤاخذه انا باشا انا ماليش فيه. خلاص يبقى نمشي قضيه الانابيب وتتسجن اروح امك. انا ما اعرفش حاجه عن الانابيب يا باشا، ومحدش من الاهالي هيشهد عليا. لا مؤاخذه بقى لو انت عندك شهود طلعهم. حتى لو خرجت منها يالا، في قانون طوارئ يا روح امك. هجيب لك امر اعتقال واعتقلك لأنك خطر على الأمن العام.
يعني مش هتخرج من هنا يا ميشو وحاوي غير لما يجيلي مزاجي. عرفان خدوه. ماشي. استنوا قدامك لغايه الصبح يلا فكر. حارش يا باشا، انا طول عمري متربي في الشوارع بس عمري ما كنت وسخ، وعمري ما هبقى وسخ يا زياد باشا. خدوه. عسكري انت كنت جري يا باشا، انا حتى ما لحقتش اكمل لبسي كملته في الطريق يا باشا والله. انا اصلي لسه مخلص النبطشيه بتاعت الصبح ويا دوب روحت. حصل لك كده حتى تكون نمت وتحت كده واتبسطت. امال فين بقى ظباط القوه؟ ظباط القوه ده هو عبد غنم. تمام ساعتك يا باشا، يبقى قدام ساعتك بعد 5 دقايق. طب انا عايز امر على اسم اوضه اوضه ومكتب مكتب وتبلغ القوه كلها ان في اجتماع كمان ساعه. اجتماع؟ ده نظام جديد يا باشا. تمام ساعتك يا باشا. تعال تعال. لا تعال ايه، لحد هنا وكفايه يا استاذ فاضين، بعد كده ركبي مش هتقدر تكمل خطوه واحده. طول عمرك جبان جبان يا بسكليت. روح روح. استنى بسكليت، انا عايزك تروح لامي وتخليها تدعي لي قوي، ولو ما رجعتش يا بسكليت خليها تدعي لي اكتر، ها؟ يمكن ربنا يكتب لي عمر جديد ولكل اجل كتاب. انا لله وانا اليه راجعون. ماشي يا استاذ شهيد، الوداع. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. اوعى بقى. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لو سمحت يا جحش ممكن تقول للرجاله بتوعك ينزلوا السلاح، لان مش فاطين علي حسين الجرحي اللي يترفع في وشه سلاح. سيبوه يا رجاله ونزلوا السلاح. تعال يا فاطين. ايه ما سمعتش المعلم درغام بيقول لك سيبوه يا رجاله؟ ولا انت مش رجاله؟ امورنا يا معلم درغام خير؟ سمعت انك كنت عايزني، محتاج فلوس ولا حاجه؟ انا رقبتي سداده، ما تتكسفش مني، ده احنا اخوات يا ابو الدراغيم. بص يا صفاطين، القضيه لو اتاجلت المره دي هتزعل مني قوي قوي. وانا عمري عمري ما هزعل منك يا درغام. حلبة ميزه حيات ابوك يا جحش. بقولك يا صفاطين، القضيه المره الجايه تخلص وعباس ياخد براءه، عشان لو ما خلصتش بعد كده الكلام مش هيبقى بالبوق. امال هيبقى بالايه؟ بالودن. حلوه. هيبقى بده ده الغربه يا ربي. بس ده هيبقى ظلم يا ريس درغام. وبعدين يعني افرض بقى القاضي ما حكمش بالبراءه او اجل القضيه، انا ذنبي ايه يعني اخرج من الدنيا كده وانا لسه ما دخلتش؟ كل الكلام ده ما ياكلش معايا. كلام خلص. طالما بقى وصلنا للكلام خلص وما ياكلش معاك، اسمع بقى يا ريس درغام انت والرجاله بتوعك وخد القنبله دي. قنبله؟ ايوه يا ريس درغام، وعايزكم بقى تجمدوا قلبكم على الاخر. الضيف اللي كان راكب جنبي ساعه ما الجحش جه خد مني العربيه وهرب ده ضابط شرطه، المقدم نضال حبيب عبد ربه، وهو رئيس المباحث الجديد. يا راجل الكلام غير ده. لا هقول وهعلي صوتي اكتر، وانا بقى لو في مكانكم ها اسافر اوهج يا اخي انت وهو، سيبوا البلد واتفحشوا. بقولك يا اسفطين، في رساله كده تقولها للسيد الضابط الجديد، قول له درغام بيقولك حمد لله على السلامه وخلي بالك من هدومك. ايه كفار قريش بتضحك؟ اضحكوا اضحكوا، وانت يا جحش بالذات تضحك قوي كده وهز ديلك.
بس عايز اقول لك حاجه يا درغام، واخر مره هقولها، الشاطر هو اللي هيضحك في الاخر. ولو كنت فرحان قوي بجنينه الحيوانات اللي حواليك دي، لا اعرف ان في صياد ماهر قاعد ومتربص ومش هيستريح غير لما يلمكم كلكم جوه القفص واخلي الناس تقعد تتفرج عليكم. بس ساعتها بقى الفرجه هتبقى ببلاش. فرجه وببلاش كمان؟